Hello everyone, Habib, I'll be grateful. Let's continue connect first term. Today we're gonna finish unit 4 ولا 5؟ Unit 5. هناخد درس الثالث 3 cousins، ثلاثة أبناء العم. Tape measure. يلا شباب معايا. Tape measure. Tape measure. Screwdriver. احنا قايلين قبل كده شباب احنا عندنا اي دبليو بتتنطق او، يعني هنا اقول فلو، تشو، نو، وهنا بناخد المفك سكرو درايفر، سكرو درايفر، سكرو درايفر. اركيتكت، ان اركيتكت. في ناس مش بتقول معانا ان اركيتكت. Dentist. Dentist. Experiment. 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 Verb. فعل معناه يجري تجربة، يعمل تجربة. أو experiment noun اسم معناه تجربة علمية. Cell phone. Cell phone. Blocks. Blocks. Doll. Doll. Radio. Radio. Trip. 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 Curious. Curious. قلنا curious يعني فضولي، بيحب يعرف كل حاجة. Curious. Patient. Patient. كلمة patient بتيجي بمعنيين يا أبطال، بتيجي بمعنى صبور وبتيجي بمعنى مريض. Patient. طب احنا هنعرف patient معناها صبور ولا مريض ازاي؟ من الكونتكست، من السياق. لو انا قلت لك مثلا my، ركز معايا بطل، مثلا my father is a doctor. My father is a doctor. بابايا طبيب. He treats patients. He treats patients. بيعالج الصابرين ولا بيعالج المرضى؟ المرضى. يبقى patients هنا بمعنى المرضى. لما أقول fishing اللي هو الصيد، teaches me بيعلمني to be patient، أن أكون مريضا ولا صبورا؟ patient صبور. هنا بقى يبقى fishing teaches me to be patient، يعني الصيد بيعلمني أن أكون صبورا. patient. teacher. teacher. favorite. plumber. أخذناها قبل كده طبعا. plumber. driver. driver. doctor. doctor. little. كلمة little معناها قليل أو صغير السن، يعني ممكن little دي تساوي young. young يعني صغير السن، و little برضو يعني صغير السن، و little كمان صغير الحجم. adult. safety. still. top. carry. carried. explain. explained. call. called. use. used. get. got. Make made. Do did. She was very curious. She was very curious. How does it work? How does it work? Made a little house. Made a little house. Get angry. Get angry. A syllable. A syllable. Syllable يعني مقطع. تعالوا يا شباب كده كل الناس تركز معايا هنا بعد إذنكم. عايزين نعرف نحسب السيلابلز، المقاطع. علشان نحسب السيلابلز لازم الاول نكون عارفين الفاولز. ا ايه اي او ا اي 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 او يو، دول الفاولز. لو انا عايز احسب السيلابلز اللي في كلمه tall short بعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه بعد الفاولز اللي في الكلمه،
فين الفاولز اللي في كلمه طال؟ اي اتنطقت، يبقى نحسبها تا، يبقى كده فيها 1 سيلابل. طب يلا احسبوا لي شورت فيها كام فاول؟ 1. اتنطق شو؟ ايوه، يبقى فيها 1 سيلابل. طب يلا نحسب كلمه دكتور. دكتور، يلا هنحسب السيلابلز ازاي؟ اول حاجه بنعملها نعد الفاولز. يلا 1 2 دكتور، الاثنين اتنطقوا يبقى فيها 2 سيلابلز. تعال نشوف الكلمه اللي انا هكتبها دي. حريص يعني كيرفول. كيرفول، عايزين نعرف السيلابلز اللي فيها كام يا شباب. نعد الفاولز 1 2 3، يبقى فيها 3 سيلابلز؟ لا، الاي ما اتنطقتش، احنا قلنا كير فول. الاي اتنطقت، اليو اتنطقت، يبقى دي فيها كام؟ 2 سيلابلز بس، لان اللي ما بيتنطقش ما بنحسبوش سيلابل. طب تعالوا نشوف الكتريشن. الكتريشن، تعالوا نعد الفاولز 1 2 3 4 5. ايه ادي 1 ل 2 3 شن. الاي ايه دول اتنطقوا واحد بس، يبقى دول كام سيلابل؟ 4 سيلابلز. عرفنا كده ازاي نحسب السيلابلز اللي في اللي في اي كلمه، صح؟ طيب بص يا حبيب قلبي، electrician، plumber، teacher، mechanic، plumber. يلا نحسب. اتنطق، يبقى فيها كام؟ 2 سيلابلز. teacher، اتنطق واحد بس دول، وهنا اتنطق يبقى 2 سيلابلز. mechanic، يلا نحسب 1 2 3، والثلاثه اتنطقوا يبقى mechanic فيها 3 سيلابلز. bus driver 1 2 3، bus driver 3 سيلابلز. dentist 1 2، واتنطقوا يبقى 2 سيلابلز. architect، architect 3 سيلابلز. doctor 1 2 2 سيلابلز. builder 1 2 2 سيلابلز. taxi driver، taxi driver 4 سيلابلز. في حاجه بقى اسمها stress، يعني التشديد او الضغط. بص يا حبيب قلبي، هفهمها لك بكلمه انتوا اللي هتنطقوها الاول. قول لي كده يا بطل، الكلمه دي هنقولها ازاي؟ بريزنت، صح كده؟ يعني ايه بريزنت؟ هديه. حلوه قوي، يلا نحسب السيلابلز اللي في كلمه بريزنت. 2 اهو، ادي 1 وادي 2. المقطع الاولاني اهو بري، والثاني زنت. بص يا حبيب قلبي، لما نقولها بريزنت يبقى احنا عملنا ستريس على المقطع الاول، قلنا بريزنت اللي عليه تشديد هو الاولاني، فدي تبقى معناها هديه ودي ناون اسم. بص بقى، لو عملت تشديد على المقطع الثاني هيبقى ازاي؟ هنقولها بريزنت. نقولها ايه؟ بريزنت. هنا التشديد فين، على الاول ولا الثاني؟ الثاني. دي تبقى فيرب ومعناها يقدم، يعني يقدم برنامج مثلا. يبقى بريزنت التشديد فين للستريس؟ على الاولاني. بريزنت على الايه؟ على الثاني. فهمنا يعني ايه ستريس؟ يعني التشديد او الضغط بيبقى على انهي سيلابل، على انهي مقطع. بلامر، الستريس هنا على الاولاني. دنتست على الاولاني، لان لو على الثاني عارفين كنا قلنا ايه؟ دنتست. هي اسمها دنتست ولا دنتست؟ دنتست. دنتست، يبقى الستريس فين؟ على الفيرست سيلابل. تيتشر، الستريس فين؟ فيرست سيلابل. دكتور، احنا بنقولها دكتور ولا دكتور؟ دكتور. يبقى الستريس على فيرست سيلابل.
بلدر. بنقولها بلدر ولا بلدر؟ بلدر. يبقى بلدر على الستريس على الاولين. درايفر. يبقى الستريس على الاولين. ما قلنا درايفر، قلنا درايفر. حلوة. ثري كوزنز، الدرس بتاعنا ابناء العم الثلاثة، لارا تاليا ان امير ار كوزنز. لارا وتاليا وامير كلهم ولاد عم، but they are all very different، لكن كلهم مختلفين عن بعض. when لارا was a child، لما لارا كانت طفلة، هنغير دي يا شباب نخليها loved. ليه طيب؟ لان الجملة في الماضي، لما لارا كانت طفلة في الماضي she loved to experiment، يعني كانت بتحب تجرب. She was very curious، كانت فضولية جدا بتحب تعرف كل حاجة. She always carried a screwdriver، كانت دايما بتحمل مفك. And she opened old radios، كانت بتفتح الراديوهات القديمة بالمفك. Cell phones، التليفونات القديمة. And anything that had electricity، وأي حاجة فيها كهرباء بتحب ايه تفتحها كده وتلعب فيها وتشوف بتشتغل ازاي. Her favorite question was، السؤال المفضل بالنسبة لها كان how does it work، الآلة دي بتشتغل ازاي. Okay، she learned about safety with electricity، اتعلمت عن الأمان عند استخدام الكهرباء. دي أول واحدة في three cousins لارا. نشوف تاليا بقى. When تاليا was a baby، لما تاليا كانت baby she played with blocks، يعني كانت بتلعب بالايه المكعبات. بص الجملة اللي جاية دي يا شباب، she put one block on top of another. الجملة دي جت في الامتحان السنة اللي فاتت في الترتيب، يعني بتحط او وضعت مكعب فوق التاني. نقولها she put one block on top of another. She put one block on top of another. يعني هي وضعت مكعب فوق التاني. She put one block on top of another. When she was older لما كبرت شوية بقى she started making things بدأت في صنع الأشياء. She made a little house صنعت بيت صغير for her dog عملت بيت صغير للكلب بتاعها. And a bed for her sister's dog وعملت سرير للعروسة اللعبة بتاعت أختها. She always carried a tape measure كانت دايما بتحمل معاها تيب ميجر، الشريط بتاع القياس المتر ده. And a pencil وقلم رصاص عشان تعلم بيه وتكتب بيه الايه القياسات. التالت أمير بقى. أمير was always very patient يعني أمير كان إيه؟ صبور جدا. And he likes helping people، وبيحب مساعدة الناس. Sometimes أحيانا big brothers الإخوة الكبار get angry at their little brothers، الإخوة الكبار أحيانا بيغضبوا ويزعلوا من إخواتهم الصغيرين. But أمير was never angry، بس أمير عمره ما كان بيغضب منهم. He played، كان بيلعب معاهم. He helped، كان بيساعدهم. And he explained، وكان بيشرح لهم أي حاجة. قعد بقى واهدى. Today لارا تاليا and أمير، النهاردة بقى تاليا ولارا وأمير are all adults، بقوا كلهم كبار. But they still call each other، بس لسه بيتصلوا ببعض. When they need some help، لما بيحتاجوا مساعدة. شريف الشنطة. توتا قولي لي لارا تاليا and أمير are cousins، ولاد عم. برافو. قولي يا منى. When Laura was a child she was very
لما كانت صغيرة she was very ايه؟ فين كتاب؟ she was very ايه؟ she was very curious، كانت فضولية عايزة تعرف كل حاجة. سجد when Talia was a baby she played with blocks. لما تاليا كانت بيبي كانت بتلعب بالبلوكس بالمكعبات. Electrician. How many syllables؟ نحسب السيلابلز ازاي يا كارمن؟ قلنا نعمل ايه اول حاجة؟ نحسب السيلابلز ازاي؟ لولو اه. نعد الفاولز. يلا. 1 2 3 4 5. ايه؟ لي تري شن. دول اتنطقوا واحد يبقى كده كام سيلابل؟ 4 سيلابلز. سجر بلامر 2. برافو عليك. اهو 1 2 والاثنين اتنطقوا يبقى 2 سيلابلز. تيتشر 2. برافو عليكي لان دي 1 ودي 1 يبقوا 2 سيلابلز. ميكانيك. يلا يا سجر 1 2 3. يبقى ميكانيك فيها 3 syllables. بسمة. كولكتر 1 2 3. 3 syllables. برافو. يلا عمر. دنتست. دنتست يبقى كام؟ 2 syllables. Architect 3. برافو يا روفان. Architect 3 syllables. Doctor يا يوسف 2. برافو. 1 2. Doctor. هنا يا شباب احنا بنقول dentist ولا dentist؟ dentist. يبقى هنا الستريس على الاولاني اهو. هنا plumber ولا plumber؟ بلامر. يبقى على الاولاني. يبقى نعمل كده. تيتشر على الاولاني ولا الثاني؟ يبقى نعمل كده. كولكتر الاول. دنتست درايفر. دكتور. طب لو كانت ميكانيك هنا على الثاني هنا ميكانيك. Young means the same as little. برافو عليكي. Young يعني صغير و little برضو يعني صغير. اللي بعديها he is a or an. He works at school. برافو عليكي. Teacher عشان بيشتغل في مدرسة. اللي بعديها جان عمال. He loved to experiment. كان بيحب يجرب. يبقى he was بس عشان اشوفها. طيب عارفه يا جنى ولا لا؟ فضولي. يعني ايه يا جنى؟ محب للاستطلاع. كيوريوس يعني بيحب يعرف كل حاجه. عشان كده هي لاف تو اكسبيرمنت بيحب يجرب. مريم وي يوز تو ميجر ثينجز. واضحه خالص الاجابه فيها نفس الكلمه دي. Tape measure. نستخدم المتر شريط القياس to measure things عشان نقيس الأشياء. لارا used رودي. استخدمت ايه to open old radios؟ ها؟ Screwdriver المفك. How buses do they need؟ والإجابة to. ها؟ How many buses؟ كم عدد الأتوبيسات؟ 2. 2. لوجي drives cars and buses. A driver. السائق بيسوق العربيات والاوتوبيسات. His job is difficult. وظيفته صعب. نور. He learned. Lara learned about with electricity. Lara learned about safety with electricity. اتعلمت عن الامان باستخدام الكهرباء. This is my blue pen. These
children brother Barry علشان these deal الجامع. ركز يا علي. فين مذكرتك يا علي؟ ماشي. This are مروة. That للمفرد يا قلبي بس دي are للجمع. احنا قلنا this للمفرد القريب. That للمفرد البعيد. These للجمع القريب. Those للبعيد. يبقى هنا نقول ايه يا مروة؟ عشان are جمع يبقى ايه يا حبيبتي؟ These. اللي بعديها مناس. That is my bag. برافو. علشان that مفرد يبقى نجيب bag مفرد. مليكة. Are it? Is it easy? هل هو سهل to become an electrician ان انت تبقى كهربائي؟ برافو. They are. برافو يا بوسي. She carried يا يوسف. She carried a screwdriver. برافو عليك عشان بتبدأ بساكن. How does it? لجنبه. ايان يلا. How does it work? ليه work بقى يا شباب؟ عشان في does. احنا قلنا do does did يجيبوا الفعل في المصدر. عدي he has. تاليا I wanted to be an electrician. برافو عليكي عشان بتبدأ بفاول. اعمل لي punctuation يا شعبان. What do you want to be? W capital. Question mark. What do you want to be? ماذا تريد ان تكون؟ ياسين. A capital. A mathematician. Works with numbers and math problems. Full stop. هنا. علم الرياضيات. بيتعامل مع الأرقام ومشاكل الرياضيات. How many buses do they need? يا زيزو. H capital. How many, ده سؤال كم عدد؟ يبقى هنا question mark. اقروا معي. Mail carrier. Backache. بص يا حبيب قلبي المقطع ده ache. ايك بتساوي بين والاثنين دول معناهم الم او وجع. هسألك فيها بعد كده واحط عليها كاش اللي هيبقى فاكرها هيتكيش. ايك او بين معناهم الم. انا لو عندي الم في ودني هقول عليه ايريك. لو عندي الم في اسناني هقول توثيك. توثيك. الم في ود في مثلا معدتي ستوميك ايك. Stomach ache. صداع. ألم في الرأس. Headache. يبقى ache يعني pain يعني ألم أو وجع. الظهر اسمه back. ألم الظهر بقى backache. Weather. Cleaner. Exercise. أهم كلمة في درسنا pros and cons. وهحط لك معاها كلمة كمان للشطار وهسأل عليها برضو وكايش عليها. pros and cons. اللي هي المميزات والعيوب او الايجابيات والسلبيات. برافو. pros and cons. advantages. يعني مميزات. and disadvantages. وعيوب. Advantages and disadvantages. Pros and cons. قلنا يعني مزايا وعيوب أو إيجابيات وسلبيات. حاجات حلوة وحاجات وحش. Pros and cons. Advantages and disadvantages. Pros and cons. Report. Bad points. Good points. Mailbag. شنطة البريد. Outside. عكسها inside. On one hand. On the other hand. Heavy. Heavy تقيلة. عكسها ايه؟ light. خفيف.
everybody. Everybody. ممكن نقولها everybody. Everybody. Job. Job. We. We. Talk, talk. Talk, talk. Work, work. Work, work. Start, started. Start, started. Help, help. Help, help. Walk, walk. Walk, walk. Speak, spoke. Speak, spoke. Give, gave. Give, gave. Meet, met. Meet, met. Tell, told. Tell, told. Wake up. Wake up. Woke up. Woke up. Outside all day. Outside all day. Very heavy. Very heavy. Start work at 6 o'clock. Start work at 6 o'clock. In the morning. In the morning. Wake up early. Wake up early. Aksa. Wake up late. يصحى متأخر. In the morning. In the morning. الدرس ده بيقول what are the good and bad things about the job. يعني ايه الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة اللي في الوظيفة دي. My name is شريفة. In class this week. In class this week. في حصة الأسبوع ده we're talking about. We're talking about. The good and bad things. The good and bad things. About different jobs. About different jobs. هنتكلم عن الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة بخصوص الوظائف المختلفة. My aunt is a mail carrier in the United States. In the United States. عمتي سعيد بريد في الـ United States في الولايات المتحدة. الـ U capital والـ S capital عشان اسم ايه دولة. I talked to her. I talked to her. أنا اتكلمت معاه about her job. About her job. عن الوظيفة بتاعتها. And she told me. And she told me. وهي حكت لي some of the pros and cons. Some of the pros and cons. حكت لي بعض المميزات وبعض العيوب بتاعت الوظيفة. Pros and cons. Pros and cons. Of being a male carrier. Of being a male carrier. الإيجابيات والسلبيات بتاعت وظيفة ساعي البريد. What's it like to be a male carrier? There are some good. There are. And bad points. And bad points. About the job. About the job. عندنا بعض النقاط الجيدة وبعض النقاط السيئة. نشوف الحاجات الحلوة الأول. On one hand. On one hand. أول حاجة مميزة في الشغلانة دي. Male carriers. Male carriers. Are outside all day. Are outside all day. بيبقوا برا البيت طول اليوم. دي ميزة بس بشرط. لما يكون الجو حلو، لأن لو الجو وحش حر أو بر بتبقى دي مش ميزة ده عيب. This is great. This is great. When the weather is good. When the weather is good. يبقى قلنا mail carriers are outside all day. دي أول ميزة إنهم بيبقوا بره البيت طول اليوم. This is great. When the weather is good. ده حاجة حلوة لما الجو يبقى حلو. But. But. It's not fun. It's not fun. بس دي مش حاجة ممتعة خالص. When the weather is very hot. When the weather is very hot. لما الجو يبقى حر قوي. Or wet and cold. Or wet and cold. أو في مطر بقى والدنيا برد. Mail carriers. Mail carriers. الميزة التانية بقى. Walk all day. Walk all day. And get a lot of exercise. And get a lot of يبقى الميزة التانية انهم بيتدربوا كتير. ازاي بيتدربوا كتير؟ They walk all day. بيمشوا طول اليوم والمشي ده رياضة. الميزة التالتة. They also speak to a lot of people. They also speak to a lot of people. الميزة التالتة انهم بيتكلموا مع ناس كتير. الميزة التالتة يا شباب. They also speak. They also speak. To a lot of people. To a lot of people. This is a nice part of the job. This is a nice part of the job. انتوا احسن ناس والله. هما بيتكلموا مع ناس كتير وده جزء حلو في الوظيفة. Everybody. Everybody. Likes getting mail. Likes getting mail. الميزة الرابعة بقى ان وظيفة ساعي البريد دي وظيفة يعني الشخص اللي بيشتغلها محبوب. ليه؟ يعني محصل الكهرباء مثلا لما بيجي لنا بيجيب لنا الفاتورة يقول لك هات ايه؟ ماني. فانا ما بحبوش انا جاي ياخد فلوس. محصل المي جايب لنا الريسيت وجاي ياخد ماني.
ماني ما بحبوش. ميل كارير بقى جايب لي ميل او جايب لي بارسل، جايب لي ليتر خطاب او جايب لي طرد، مش هياخد مني فلوس، يبقى ده حبيبي خلاص. يبقى وظيفه محبوبه، الشخص اللي بيجيب الميل ده بيبقى شخص محبوب. So everyone likes meeting the mail carrier. أربع مميزات. They are outside all day. بيبقوا بره البيت طول اليوم. الميزة الثانية. They do a lot of exercise. بيتدربوا كتير. They also speak to a lot of people. بيتكلموا مع ناس كتير. Everybody likes meeting the mail carrier. كل الناس بيحبوا يقابلوا ساعي البريد. العيوب بقى. On the other hand. يلا نقول العيوب بقى. There are also some bad things. To think about. في بعض الأشياء بقى الوحشة نفكر فيها بخصوص الوظيفة. Being a male carrier is not an easy job. الحلاوة دي. ماشي. دي وظيفة مش سهلة خالص. The male bag is very heavy. شنطة البريد تقيلة جدا. It can give some male carriers a backache. ممكن تجيب لهم ألم في الظهر. Another bad thing is that they wake up very early. يصحوا بدري جدا. My aunt starts work at 6 o'clock. In the morning. لا العيال دي حلوة والله، يستاهلوا جوايز كمان. ماشي. العيوب بقى عندنا، العيوب ان it's not an easy job، مش وظيفة سهلة. The mail bag is very heavy، الشنطة بتاعت البريد تقيلة قوي. It can give mail carriers a backache، ممكن تجيب لهم وجع في الظهر. They wake up very early، بيصحوا بدري جدا. تعالوا كده، بيقول لي اكتب البروز المميزات. Male carriers get a lot of exercise. بيتدربوا كتير. ايه تاني من المميزات؟ مين يقول؟ قول يا توت. They are outside all day. بيبقوا بره البيت طول اليوم. بس بين قوسين هنقول when the weather is fine. لما الجو بس يبقى حلو. دي تبقى ميزة لما الجو يبقى حلو. لا خلينا نقول بقى حد تاني يقول لنا. قول يا أسير. They also speak to a lot of people. بيتكلموا مع ناس كتير. They also speak to a lot of people. عظيم جدا. مين يقول لي ميزة كمان؟ قول يا ساجد. ما قلناها دي في الأول. ممكن نقول everybody likes meeting the mail carrier. كل الناس بيحبوا مقابلة ساعي البريد. Everybody likes meeting the mail carrier. مين يقول لي الكونز العيوب يا محمد يا رامي؟ قول لي واحدة من الكونز من العيوب. بص في كتابك وقول. اول عيب قال لنا it's not easy، يعني مش سهلة. العيب التاني ان شنطة البريد تقيلة. اقولها ازاي؟ برافو عليك يا مليكة. the mail bag. اسكت بقى، فتحتنا البت جاوبت قبلك. the mail bag is very heavy. شنطة البريد تقيلة جدا. قولي يا مناس. نقول يعني ان هم they get up very early. بيصحوا بدري جدا. They get up very early.
ايه كمان من العيوب؟ قول بقى. مالي ومال عمتك يا عم؟ انا داخل ايه بعمتك دلوقتي؟ من العيوب كمان يا شباب they have to work in bad weather، يعني بيكونوا مضطرين they have to work in bad weather، ايوه لازم يشتغلوا في الطقس السيء. يلا بينا نبدا نحل هنا. مين معايا عليه الدور؟ طيب محمد عرف. He always carries a screwdriver. دايما بيبقى معاه مفك يا محمد. يبقى he is electrician، كهربائي. عمر جنيه. Being a milker isn't، مش سهل. Isn't easy. برافو. Isn't an easy job. مش وظيفة سهلة. It's hard. دي صعبة. بودي. رابع عمر. The heavy mail bag can give mail carriers a باكيك. برافو يا بودي. ممكن تجيب لهم باكيك قلم فضاء. الله باكيك. ماشي يلا بينا يا علي. يا علي يا علي بتجاوب يا علي. دلعتك اهو. What are the pros and cons of being a male carrier؟ يا علي يا علي يا علي يا علي. برافو يا علي. دلعناك يا علي اهو. اتفضل يا مروان. The mail bag is very heavy. شنطة البريد تقيلة جدا. في لطخ ما بيجاوب من ورا مش في دوره. انا عارفه والله. مين بعد مروان؟ ميزو معاذ. Mail carriers are بيبقوا فين كل يوم؟ outside all day. برافو عليك. garbage collector اللي هو مين؟ جامع القمامة او عامل النظافة. takes away our garbage، بيخرج القمامة. محمد حازم. the cleaners، الصوت يا حبايب. the cleaners keep the school clean، عمال النظافة بيخلوا المدرسة نظيفة. my name مؤمن. my name is شريفة. my aunt is a mail carrier. برافو أحمد. he told me some of the pros and cons، أخبرتني بعض المزايا والعيوب. توتا. there are اللي هي كده. يوجد. some good and bad points، بعض النقاط الجيدة والسيئة about the job. mail carriers get a lot of exercise. وليلي يا منا. being a mail carrier is not an easy job. برافو عليك. the mail bag is very heavy. برافو ساجا. my aunt starts work at 6 o'clock. مع الساعات بنقول at. نعمل punctuation. the garbage collectors take away our trash full stop. جامعوا القمامة بيعدوا القمامة بتاعتنا. How does this help the reader? H question mark علشان how أداة استفهام. سجا. my name is شريفة. M والاس بتاعت شريفة عشان اسم انسان. full stop. هسمع دول المرة الجاية. هنسمعهمش في البيت، هنسمعهم هنا وهناخد امتحان وعليه جوائز تاني. هدي جوائز تاني برضه، اوكي؟ هدي امتحان على يونت 5. ثانك يو اند جود باي.